انت ليش بتعاملهم لأهلك بهي الطريقة؟ والله غريبة، حسيت انه جدك بيحب يسمع حكي وما بيسكت، وهي الصفة مورتك ياها لألك، بس هو ألطف منك. وإذا على أمك هي كمان قريبة من القلب، واللي فاتوا نحن طالعين أكيد أبوك. لو كانوا أهلي عايشين لهلأ كنت بحياتي ما زعلتهم مني. أنت عن جد واحد غبي وأناني. يلا انزلي من السيارة. كأنك تضايقت من حكي ما؟ هلأ بدك تنزلي من السيارة؟ أنا ما بسمح لك تتدخلي بأموري العائلية الخاصة، عم تفهمي؟ لا تنسى أنه أبوك هو اللي رباك وكبرك، وما بصير تزعله منك. بكرة لما يجيك ولد رح تفهم. مين انت لحتى تتدخلي بحياتي الخاصة وفوق عم تعطيني مواعظ؟ ما كان ناقصني غيرك بحياتي. خليكي ماشية بهالطرقات لشوف كيف بدك ترجعي لحالك. وين اختفت هاي البنت؟